انا مش شايف ان في فرق كبير بين المرحلتين، هي يعتبر بدايه نضوج للانسان في هذه المرحله بين الثلاثينات والاربعينات. سن الثلاثين كان سن جميل، لان انا ابتديت احس ان انا عايز اعيش بقى واعيش حياتي الزوجيه، واخر ما طلعت اجراءات. الشباب افضل والثلاثينات افضل بكتير. والله انا شايف ان مرحله الثلاثينات طبعا الواحد كان فيها شباب وفيها اكثر حركه واكثر مواجهه الحياه، يعني في ظروف الحياه الصعبه اللي احنا فيها دي. في سن الثلاثين كانت بتبقى المسؤوليات قليله شويه عن دلوقتي، وكان الواحد يعني مش بيحس بحجم المسؤوليات زي دلوقتي، فكان فيه رفاهيه اكتر، وكان فيه يعني ما فيش ضغط في التفكير زي دلوقتي. 30 ده بيبقى في البدايه يعتبر بدايه الحياه، لان الواحد كل سنه متجوز جديد، كل سنه بيبني اسره، وكل لسه برضه كل ما تكبر كل ما تكتسب خبرات في الحياه. النهارده عندي 45 سنه غير امبارح غير اول كده، كل ما تكبر كل ما يكون افضل ويكون في استقرار اكتر. بالنسبه لفتره الشباب اللي هي من 30 ل 40 هي بتعتبر شيء مثلا انتقال ما بين المراهقه لمرحله التعقل.